برنس. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده هنعمل التريلر رياكشن، او هو تيزر، مش تريلر رياكشن، هو تيزر رياكشن بتاع مسلسل البرنس، المسلسل بتاع محمد رمضان. قبل طبعا ما اخش في المسلسل، وقبل ما هخش فيه هتكلم عنه او اقول اي حاجه عن المسلسل، يعني قبل ما اتفرج حتى على التيزر، انا مش بحب محمد رمضان قوي بصراحه، على الرغم ان انا بحب تمثيله، مش في كل الادوار، يعني مقتنع بموهبته التمثيليه، بس مش بحب دايما الادوار اللي هو بيحط نفسه فيها. وقبل ما اشوف التريلر ده، انا متاكد مليون في الميه برضو هيبقى نفس الموضوع، هيبقى اللي هو طالع برضو الشاب المظلوم الغلبان اللي على قد حاله، الفقير اللي اكيد ممكن اكيد هيحب حد في المسلسل، اكيد وش تيبيكلي محمد رمضان بتاع كل سنه. فده انا ما شفتش التريلر وما شفتش التيزر وما اعرفش اي حاجه عن المسلسل حرفيا، ما اعرفش غير بس ان اسمه برنس وفي محمد رمضان، بس ده اللي اعرفه. فيا دوبك سحبت الحلقه من على يوتيوب ودلوقتي هعمله تريلر رياكشن او هعمله تيزر رياكشن. بس هشوف معاكم تيزر رياكشن دلوقتي، هشوف لو الكلام اللي قلته صح ولا يمكن يكون ممكن السنه دي يفاجئنا محمد رمضان يقدم لنا حاجه جديده. واتمنى ان هو ما يكونش فيه شخصيه تانية معاه بيمثلها، يعني ويكون نفس الكاركتر محمد رمضان هو نفس اللي عمله في كان اسمه المسلسل الاسطوره، وكان نفس اللي كان عمله في نسر الصعيد. اتمنى السنه دي يكون حاجه جديده مش زي كل سنه. طبعا كالعاده ما شفتش التيزر، هتفرج عليه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. ادي شبيه حاجه. نعم، ابوك الله يرحمه كاتب لي كل حاجه بيعوزها. انا عاوزك تصوتي وتلمي الشارع كله. اسمعي يا بنت الناس، لفي على اي حد انما جوزي انا لا. انت اللي جبته لنفسك يا عبوان. وربنا ما سامحك. البرنس. التيزر خلص 35 ثانيه ولا وات ايفر. انا قايل لكم ايه عشان اعرف ده اللي هيحصل؟ انا عارف او يعني التيزر 30 ثانيه ولا وات ايفر 34 ثانيه، نفس اللي انا قلته بالظبط بالملي، اكني حرفيا اكني شفت التيزر حرفيا، يعني زي ما يعني اقسم بالله انا اول مره اشوفه دلوقتي قدام، نفس اللي انا تخيلته، مظلوم وحقه متاخد، وهو دلوقتي شفنا في التيزر حد سجنه، وتقريبا احمد زاهر اللي فهمته تقريبا طلع هو اخوه، ونجل اب بدر هي مرات محمد رمضان، وانه اكيد برضو محمد رمضان هيحب نور. تيبيكلي محمد رمضان. اتبسطت برضو في الاول، لقيت في اول مشهد فيه عبد العزيز مخيون تقريبا طلع ابوه، ليه طلع كان اول حلقه وخلاص يعني. طب كويس على الاقل عبد العزيز مخيون هو اللي طلع بدل محمد رمضان طلع ابوه ولا حاجه برضو يعني. الكاست ليست اللي معانا هنا في المسلسل طبعا محمد رمضان، وهيبقى معانا احمد داش، ده اللي ممكن تكون الحسنه الوحيده اللي ممكن تخليني انا اتفرج على المسلسل، انا بحبه جدا احمد داش. وعندنا روجينا وادوارد وصفاء التوخي وبدريه طلبه، ابو عزيز مخيون، رحاب الجمل، وانعام الجريليتي، صالح عثمان، وفي محمد علاء. وطبعا برضو معانا برضو احمد زاهر زي ما شفناه في التريلر. اخراج هيبقى لمحمد سامي طبعا، برضو بقاله فتره شغال مع محمد رمضان، وتاليف برضو محمد سامي. طبعا مش هقول نسبه ترقب لحد دلوقتي عشان ده تيزر مش تريلر، فهستنى لما ينزل الاوفيشال تريلر وبعد كده هعمل له او هقول الترقب بتاعي هيبقى كام من 10، عشان برضو ممكن من التيزر ما يبقاش حلو، ممكن، وممكن من التريلر يبقى حلو، الله اعلم. انا ما اشك ان اكتر حاجه اكتر او اكشلي اكتر حاجتين ان انا مبسوط ان موجودين في المسلسل ده هو احمد داش وصفاء التوخي، بحب برضو صفاء التوخي جدا. طبعا زي ما قلت مش هقول نسبه ترقب، هستنى الاوفيشال تريلر، هتفرج على الاوفيشال تريلر لما ينزل وبعد كده هقول الترقب بتاعه. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على مسلسل البرنس. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. البرنس.